علي، الحين اجتاحت القوات العراقية أراضي الكويت الشمالية. القوات العراقية لما بدأت الحشد كانت الاستخبارات الكويتية عندها خبر عن جميع تفاصيل الحشد، وكانت خرائط توزيع وانتشار القوات العراقية في العراق على طول الحدود الكويتية موجودة عندنا. أعطناها الأمريكان يوم السبت اللي قبل الغزو، وكانت كل المعلومات يعني متواترة عندنا أن هناك حشد غير مسبوق، وأن القوات العراقية تستطيع أن تجتاح الكويت خلال 48 ساعة. لكن تقدير القيادة السياسية في ذاك الوقت أن هذه مناورة للضغط على الكويت في موقف يعني سياسي، وبالتالي ما عارتها أي اهتمام. أنا يعني رأيي أن رغم أن القرار كان قرار سياسي درجة أولى، إلا أن الجيش ما لا عذر، لازم الجيش يكافح لإقناع الحكومة بوجود الخطر ورفع درجة الاستعداد. الحكومة كانت مانعة الجيش من رفع درجة الاستعداد، والجيش نفذ أمر الحكومة عدم رفع درجة الاستعداد. أي جيش ما يستعد للحرب، إذا بدأت الحرب حتما راح يكون في وضع صعب ووضع مزري، وهذا ما حصل بالكويت. الدبابات عبيتها 3 مرات، تنفض ذخيرتها وعد بها مرة ثانية، تنفض ذخيرتها وعد بها مرة ثانية. اشتبكنا مع فرقة حمورابي على طريق الدائري السابع، الدائري السادس، ومع فرقة المدينة على طريق الأطراف اللي جتنا من الخلف، ضربتنا من الخلف، كلهم حرس جمهوري. استطعنا أن نلحق خسائر جسيمة في فرقة حمورابي في القوات اللاحقة لفرقة اللواء. أول لواء دخل طليعة القوات المدرعة العراقية كان لواء 17 من فرقة حمورابي، يقوده رائد مجيد الحمداني، وهذا مر قبل ما نوصل حنا. لكن مؤخرة اللواء 17 حنا اشتبكنا معاها، أوقعنا فيها خسائر. القوات اللاحقة اللي هي الألوية، باقي ألوية حمورابي الدبابات، أوقعنا فيها خسائر. فرقة المدينة المنورة جتنا من الخلف من جهة الأبرق، وهذه مرت بخطأ جسيم ارتكب من قبل يعني ضابط من ضباط اللواء، اعتقد بأن القوات هذه جاية من السعودية، وقال لا أحد يرمي هذه قوات قادمة من السعودية. من هو هذا الضابط؟ أي المهم يعني خلى التاريخ يحافظها له. للأسف أنه يعني رغم أنه يعني جادلناه كثير، يعني آمره جادله قال ماكو قوات، هذه قوات عراقية من قوات سعودية، قال له هذه قوات سعودية، أصر. المهم آمر اللواء قال له خلاص خلهم يوقفون بالخلف وجيب لي الآمر خلني أنسق معه. ما وقفوا بالخلف، دشوا فينا عرض طول، وكان الاشتباك بين الدبابة والدبابة من 10 أمتار. ولواء المقدمة اللي كان في فرقة المدينة كان لواء 14 مشاة آلي، الكتيبة المقدمة هي اللي اشتبكت معانا من الخلف من دون يعني انتباهنا وعلمنا. سحقنا أول سرية، أول فوج، الفوج الأول من الكتيبة المقدمة، الكتيبة الأولى من فرقة من لواء 14 مشاة آلي فرقة المدينة، سحقنا عن بكرة أبيه، يعني ما بقى منا أحد. حسب ادعاء العراقيين بأن السرية الأولى من الفوج الأول سحقت عن طريق يعني تدمير 3 دبابات أو دبابتين بالأحرى، وعشر مدرعات ومدفعين محمولين، يعني مدفع آلي ومدرعات BMP، وقصة يعني هم يدعون بأن القتلى عندهم تقريبا، والقتلى والجرحى بحدود 108 أو 110 أو 112. هذه معركة يعني استمرت تقريبا 7 دقائق، 7 دقائق بس، أقل من 7 دقائق، وبيدت فيها سرية دبابات ومدرعات، وبيدت السرية الأولى المفوج الأول، والقتلى تقريبا 100 عراقيين،
وأمر الكتيبة أمر الجنود بالانسحاب والرجوع من حيث أتوا. بعد ما ضربنا الضربة هذه وسقط عندنا شهداء، يعني الكتيبة السابعة مات فيها الله يرحمهم صفنان مزعل ومحمد قعيد وحمود سهل، هذول كلهم جنود خدمات إدارية لسواقي اللواري وتناكر وكذا. كلمنا على انسحابكم من الكويت ووصولكم الأراضي السعودية. قدر الله يغفر له ويتغمد روحه بالجنة سالم مسعود أمر اللواء أنه يجب أن ينسحب. فقلت حق الضباط الجنود إذا بدأت الحرب وحنا ما حنا في حالة استنفار راح يعني يكون وضعنا صعب جدا، إذا أنا حي تأخذون الأوامر مني، إذا أنا مت أو انقطع الاتصال معي انسحبوا للسعودية، لا تنتظرون أوامر من أحد. يعني أحمد الوزان الله يجزاه خير راح لأبو مسعود وقال له يعني إحنا بأم قدير ما لنا علاقة، يعني ما لنا مصلحة فيها، وش نسوي في أم قدير؟ لا عندنا قطع غيار فيها ولا عندنا ذخيرة فيها، وتخلينا هدف للطيران العراقي. قال إيش تبي أنت؟ قلت قال أنا بروح مع شوف الجيش كله راح مع الكتيبة السابعة للسعودية. قال أنا ما عندي أوامر توديك للسعودية. قال لازم نروح السعودية، عندك أوامر ولا ما عندك أوامر؟ هذه قصة انسحاب اللواء 35. يعني اللي حاول البعض يشكك فيها لا أبدا، أن قاتلنا قتال أبطال وانسحبنا انسحاب رجال شجعان، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره. ثم استثنى الله عز وجل قال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فإحنا تحيزنا لفئتنا وكانت السعودية هي الفئة اللي إحنا تحيزنا لها، ما استسلمنا، هي أقرب قوة صديقة لنا كانت السعودية. الكويت كانت ساقطة الساعة 5 العصر، كانت الكويت ساقطة، كانت في صفقة دبابات يوغوسلافية شريتها الكويت، وكان لازم توصل يوم 2/8 إلى ميناء الشويخ، وفعلا وصلت ميناء الشويخ. لما صار الغزو انسحبت الباخرة وراحت وقفت في جبل علي تنتظر الأوامر. احنا طبعا لما سحبنا للسعودية صرنا نبحث وين راحت سفينة باخرة الأسلحة، صار اتصال بين الجيش رئاسة الأركان الكويتية في المنفى مع الشركة المصنعة للدبابات، قالوا دباباتكم موجودة في جبل علي، قلنا جيبوها لنا بالسعودية. فنزلناها في الخبر وجبناها من الخبر وسوينا مدرسة دروع في الصحراء في السعودية وتدربنا عليها ورمينا عليها ودشينا المعركة فيها. اذكر لي شلون عرفت عن الضربة الجوية؟ فناداني أحمد الوزان الله يذكره بالخير وقال لي اليوم يعني راح تكون الضربة، وامنع الإجازات، امنع النزول المدينة، ارفع مستوى الاستنفار بالكتيبة إلى أقصى مدى، ما ندري شنو ردة فعل العدو، واستعدوا له تلقي ضربة كيميائية. سوينا الإجراءات المطلوبة منه، والساعة 8 بالليل نادينا أمار السرايا وقلنا لهم استعدوا لضربة عراقية هذه الليلة. الساعة تقريبا 2:30 بالليل طلع أحمد الوزان من الخيمة اللي فيها التلفون الميدان يصيح الله أكبر الله أكبر، بدأت الضربة الجوية. قعدت الكتيبة السابعة في مقدمة القوات كلها يعني في ضليع المسناة، صارت يعني اشتباك بين دورياتنا اللي بالليل ندزها داخل الكويت وبين العراقيين، صفوهم بالهاونات وبالمدافع، ولكن يعني مسيطرين حنا على الأرض الحرام، الأرض اللي بيننا وبين العدو كانت يعني مسيطرين عليها سيطرة كاملة بالدوريات وبالمراقبات وبالنشاط الليلي. أبو علي كنتوا أنتوا في مقدمة القوات، منو أول قوة دخلت الكويت؟ كان يقود الهجوم الفريق الآن أبو فيصل الله يمسيه بالخير فؤاد الأيوبي، فؤاد حداد الأيوبي اللي هو الفتح الكويتي. دشينا في فجوة بين الفرقة 30 والفرقة 36 أو الفرقة 21 بالحدود هذه، وصلنا إلى عمق الفيلق الرابع كانت الفرقة 20 أو 21،
واحتلينا قيادة الفيلق الرابع ويعني أحبطنا أي عمل لاحتياط الفيلق الرابع. وحكم ما حققنا نتائجنا هذه انطلقنا إلى المرحلة الثانية واحتلينا معسكر اللواء 35 معسكرنا. وهناك باللواء 35 كان يوم 26 للكلام هذا يعني أمرونا بالتوقف ما ندش. أول قوة دشت داخل ساحة العلم في وسط الشويخ كانت فصيل للملازم بطيحان المطيري الله يرحمه ويتقامت روح الجنة مات بعدين. بطيحان هو اللي دخل ورفع العلم في ساحة العلم وكان هذا تقريبا صباح يوم 26 فبراير. من شعورك وانت وصلت معسكركم اللي انسحبتوا منه؟ كانت انتعاشة ما تتخيلها. ألذ يعني أيام حياتي هي ذيك الليلة اللي بيتونها يعني في طرف المعسكر مالنا. دائما نحن نواجه يعني خطر وجودي من محيطنا. والكويت دولة صغيرة لكن يعني أشقائها يعني معاها إن شاء الله تعالى دول الخليج يعني ضروري أن ننسق معاهم بشكل أوثق. لكن الجيش الكويتي يملك خبرات ويملك أسلحة ومعدات تتفوق على كل الدول المحيطة فيه. أنا قائد دروع وأعرف ما معنى الكلام اللي أقوله. أنا لا يوجد في المنطقة كلها قوة تملك نفس قوة الدبابات والدروع في الجيش الكويتي. ما لكم عذر.